السلام عليكم. برنامج فيزياء يعتمد على نظام الليارات او الطبقات. يعني على سبيل المثال لو انا علمت على العنصر دوت وجيت هنا اللير، ممكن اقول له اساين تو لير وابدا اقول له حطه في لير معينه. يعني مثلا هنحطه على الفرنتشر، تمام. الباب دوت ممكن تقول له لير اساين تو لير وتبدا تختار الليارات اللي هو يظهر معاك، تمام. هو في العادي بيحطها مظبوطه، لو حط مثلا الدور في الدور. طيب لما تيجي هنا في اللير وتقول له لير بروبرتيز، هتلاقي الدور هنا مش متعلم عليه فيزابل ولا برنت، فاقول له ابلاي هيبدا يظهر معايا. طيب الفرنتشر ممكن تعمل سيلكت كده على فيزابل وتقول له ابلاي، هتلاقي الفرنتشر اختفى، تمام. طيب وهكذا بتلاقي ان انت تقدر تخفي وتظهر الليارات، الحاجات من الليارات، او توافق على الطباعه، او تعمل حاجه اكتف او تقفلها ما تخليش اي حد يلعب فيها غير فيها. ممكن تعمل لير جديده وتسميها مثلا اي سي دي اف مثلا، اوكي، وتبدا تحط الحاجات على اللير اللي انت عايزها. طيب العناصر اللي هنا دي ما اختفتش ليه، مع ان انا قلت له الفرنتشر المفروض تختفي؟ ابلاي اوكي، اعمل سيلكت عليها وقول له لير وقول له اساين تو لير، هتلاقيها محطوطه على كذا لير مش لير واحده، تمام. فلو انت شفتهم وخليتهم واحده كيوبمنت واحده كمبيوتر وهكذا، خليتها بس فرنتشر، اوكي، هتلاقيها اختفت مع الفرنتشر.